السلام عليكم. هنبتدي النكست سيشن. قبل ما نبتدي احب اشكر الدكتوره داليا فايز على دعوتها الكريمه ليا لحضور المؤتمر، وطبعا اشكر الدكتوره سماح البكري واللجنه المنظمه للمؤتمر على هذا التنظيم الرائع، وكذلك الشركه المنظمه للمؤتمر. السيشن النهارده بعنوان What You Shouldn't Miss، وأول توك فيها للأستاذ الدكتور عماد الشبيني من المنوفية يونيفرسيتي. تفضل دكتور عماد، أهلا بحضرتك. المحاضرة بعنوان An Approach to Immune Deficiency. تفضل دكتور عماد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً اختيار فكرة المحاضرة عن الإميون ديفيشنسي كانت للأستاذ الدكتور جعفر رجب والدكتورة داليا فايز. أنا بصراحة في البداية لقيت الموضوع فعلاً كبير، وفي حاجات كده أنا كنت مش عارف أبدأ منين ونروح إزاي وكده، لكن إن شاء الله هنبقى الأوت لاين يعني في نهاية السيشن أو في نهاية المحاضرة هنبقى قادرين إن شاء الله نحن when to suspect immune deficiency، هنعرف إيه الكلاسيك والنون كلاسيك بريزنتيشن أوف immune deficiency، التايب which type، في أنواع كتيرة قوي من immune deficiency، هنعرف ني كاتش زيم، ايه الدايجنوستيك ورك اب في اللي احنا بنعمله، والحاجات اللي هي البيزك والاديشنال انفستيجيشن. في بيبقى في ديفيكالت سيتويشن بتقابلنا كلنا في الروماتيزم، وساعات بتكون هي الكلو هو الاميون ديفيشنسي. في حالات ما بيبقاش كومبليت كرايتيريا لللوبس او كده، في الاوتو اميونيتي والاسوشيتد اميون ديفيشنسي والبيولوجيكس انديوزد اميون ديفيشنسي والاميونايزيشن في الاميون ديفيشنسي بيشنت. الديفينيشن ببساطه هو ستيت الابيليتي اوف ذا اميون سيستم تو فايت الانفكشن از كومبرومايزد اور ابسنت. السلايد دي يعني هي اللي تبقى بتجمع التوبيك كله، وهنبني عليها الموضوع. الفور ارمز بتوع الاميون سيستم واي خلل فيهم هنعمل كلاسيفيكيشن للفور ارمز دول. اول حاجه البي سيل والتي سيل والفاجوسيتك والكومبلمنت. طبعا الديستريبيوشن بتاع الاميون سيستم ديفيشنسي 65% من الديفيشنسي بيكون في الاميونوجلوبولين ديفيشنسي، يعني الانتي بودي ديفيشنسي ده بيشكل 65%. اللي بعد كده الكومبايند اميون ديفيشنسي البي والتي سيل، الفاجوسيتك 10%، الكومبلمنت ديفيشنسي بيشكل 5%، والسيلولار لوحده او التي سيل بيشكل 5%. الهول مارك بتاع الاميون ديفيشنسي هو الريكرنت انفكشن، مريض بيجي له كل شويه ريكرنت انفكشن، هو ده الكاتش او الهول مارك. السؤال بقى دلوقتي وين تو سسبكت اميون ديفيشنسي؟ هل كل ريكرنت انفكشن عيان بيجي له ريكرنت انفكشن نقول ان هو ده اميون ديفيشنسي؟ اول حاجه بتكون سيفير وكومبليكيتد انفكشن، مالتيبل لوكيشن، يعني مش بس اللنج لوحدها، مش بس اليو تي اي، لا ده بيجي في مالتيبل لوكيشنز. ريزيستنت تو تريتمنت، بياخد انتي بايوتيك وبعد كده تبقى ريزيستنت وريكرنت. بيبقى فيها انيوجوال اورجانيزم واوبورتيونستيك انفكشنز. وي بريزنت في الفاميلي، يعني كذا واحد في الاسره مي بي اسوشيتد معاه اميون ديفيشنسي. انا هبدا ببيشنت عنده 26 سنه، كان عمل سبلينكتومي نتيجه ترافيك اكسيدنت من حوالي 10 سنين. في يناير، في 8 يناير 2019 جاله دايريا وفوميتنج، وبعدها بيومين بالظبط حصل له دراوزنس وجه الهوسبيتال بمالتي اورجان فيلير وفيفر، وبدا يعمل دياليسيز، وخد كان في سيفير سيبسيز، وخد اميونوجلوبولين وانتي بايوتيك، وكل ده كان نوت افكتيف وللاسف ضايد. وكان بقى وجد الديبلوكوكس في البلاد كلشر، وكان في اميونوجلوبولين جي 3 ديفيشنسي ولو تتر اوف سبيسيفيك نيموكوكال، ما بيكونش انتي بودي كويس يعني.
الاوتوبسي بتاعته كان فيها ووتر هاوس فريدريكسون سندروم اللي هو ادرينال فيلير اكيوت. الحاله تشخيصها كان اسمها اوبسي، اوبسي اللي هو اوفرويلمينج انفيكشن بعد الاسبلينكتومي. المرضى دول نوع من انواع الاميون ديفيشنسي، بيجي لهم سيفير انفيكشن ممكن بعد سنوات طويله. مهم قوي هنعرف بعد كده اهميه الفاكسينيشن فيهم وايه الاندرلاينج كوز، والكورس بيبقى رابد والبروجنوزيس بيبقى فيري بور لو شخصنا الاوبسي ده بيبقى فيري بور. طيب في العيانين دول في الاميون ديفيشنسي هل ايه الكونسيدريشن؟ اولا الانفستيجيشن لازم يكون اجريسيف على طول. السيرولوجي ساعات ما بيبقاش العيان اصلا بيكون انتي بودي، فممكن يطلع مثلا سايتوميجالو فيروس قليل او مش كده، لكن العيان عنده مشكله فانا ما اقدرش احكم بالسيرولوجي بس. الميكروبيولوجي بيبقى مهم طبعا عشان ولازم اكونسيدر الحاجات الاتيبيكال والاوبورتونيستك انفيكشن، ممكن البكتيريا العاديه تكون مش موجوده لكن في فانجل او اوبورتونيستك انفيكشن. والعلاج لازم يكون اجريسيف لحد ما نبدا امبيريكال، نبدا ساعات انتي فانجل لو احنا شخصنا المريض ده لازم بيبقى فيه فايرال وبروتوزوال انفيكشن وكده. طيب السؤال دلوقتي هل كل ريكارنت انفيكشن معناها ان لو بيجي له مالتيبل وفي مالتيبل لوكيشن هل هو معناه كده ان هو عنده اميون ديفيشنسي؟ لا، في اسباب تانية بتعمل ريكارنت انفيكشن وما بيكونش العيان عنده اميون ديفيشنسي، ويجب نكون واخدين بالنا لو واحد ما كملش الكورس مثلا بتاع الانتيبيوتيك. بعض الاورجانيزم بتبقى سيفير، في بعض الديس اوردر زي الكونجينيتال هارت ديزيز، الالرجيك راينايتس ممكن يجي له ريكارنت ساينوسايتس، استينوزيس في اليوريتر، استينوزيس في اليوريسرا، موتايل سيليا سندروم، ازمه السيستيك فايبروزيس، والسيفير درماتايتس ممكن يجي له سكين انفيكشن. السيستيك فايبروزيس على سبيل المثال ممكن يجي له بالذات بقى لوكالايزد في اللنج انفيكشن. ده مريض عنده 41 سنه في ميل، جاي لها سوبرفيشال باتوك، جالها خراج، وقبلها بست شهور جالها بردك اربع يعني فور ابسيسز في ديفرنت اناتوميكال لوكيشن، والحاله دي بتجيلنا يعني بنشوفها كتير، يقول جاي لي خراريج في الجسم في الجلد او كده اعمل ايه؟ بنشوف السكر والاتش اي في وعمليه الاميون والسكريننج بتاع الاميون ديفيشنسي كله طالع نيجاتيف وما عندهاش اميون ديفيشنسي. الميكروبيولوجي بتاعها طلع ميرسا او ميسيسيلين ريزيستنت ستاف، وفيها الجين بتاعها اسمه بانتون فالنتاين ليكوسايدين بي في ال. البي في ال جين ده بيخلي الاورجانيزم سيفير ويتنيه في البودي ويخليه دايما ريكارنت وكده. اسمه بي في ال سندروم، ده ايمرجنج سندروم ريكارنت نيكروتيك سكين، بيجي بالسكين بس وبيحتاج كير معين عشان نتخلص من الاورجانيزم ده. طيب البريزنتيشن بقى، هل كل الاميون ديفيشنسي او البرايمري او السكندري بتيجي في الاطفال بس مثلا او هيريديتري او كده، ولا في ممكن تيجي في الادلت ونقابلها؟ الكلاسيك بريزنتيشن في الاطفال ده طفل عنده 12 سنه ميل ايفالويشن، بيجي له ريكارنت انفيكشن من ساعه ما اتولد او بعد 6 شهور من الولاده، يعني كان واخد يعني طبعا بعد الولاده ممكن يقعد 6 شهور ما يجيلوش حاجه نتيجه الاميونوجلوبولين اللي واخدها من المزر. بدا يجي له بقى نيومونيا، يعني نيومونيا ودخل المستشفى وكان في دايريا، بيقولوا ساعات الدايريا نتيجه من كتر الانتيبيوتيك لكن ما كانتش كده، والعيان بقى كان عنده في الفحص ما فيش ابسنت تونسل خالص يعني رغم كل الانفكشن وكده. ايه الموست لايكلي دايجنوزيس؟ يعني ابسنت تونسل وريكارنت انفكشن ونيومونيا في طفل عنده 12 شهر. الباترن ده بيسموه اكس لينكد اجاما جلوبولينيميا اللي هو الابسنت بي سيل، اسنا البي سيل، البي سيل بالفلوسايتومتري سي دي 19 وسي دي 20 طلعت ابسنت والاميونوجلوبولين قليله وهو ميل بيبقى اكس لينكد او كده. وبيكون معاه ريكارنت ساينوبالمونري انفكشن ومعاه هيستوري ابسنت تونسيل يعني. طيب في الادلت بقى، ده 41 سنه في ميل بيشنت جايه بالهوسبيتال بكف وفيفر وشيست بين، الفيفر عاليه وهيبوكسيك وفيها نيومونيا وبدات تاخد الانتيبيوتكس، بيجي لها ريكارنت نيومونيا يعني وي شود كونسيدر الاميون ديفيشنسي، بيجي لها ريكارنت ساينوسايتس ايضا دايريه وكانت هتتشخص انفلاماتوري باول ديزيز. الاميونو يوميولوجي تيستينج بقى نتيجه الريكارنت انفكشن الاتش اي في نيجاتيف، البانل بتاع الاميونوجلوبولين
طالع قليل اجينست المامس والميسلز والروبيلا، التي سيل نورمال واللو بي سيل كاونت. الدايجنوزيس اتشخصت ان هي كومن فاريبل اميون ديفيشنسي، بيبقى فيها الكومن فاريبل ده نوع من انواع الاميون ديفيشنسي وهنتكلم عليه، هو هايبو جاما جلوبيولينيميا ومعاه امبيرد سبيسيفيك انتي بودي برودكشن. المريض بيبقى عنده لو اميونو جلوبولين وما يقدرش يكون انتي بودي اجينست البكتيريا او فيروس لو قسنا التتر بتاع مثلا الانتي بودي ده. طيب الابروتش بقى هاو تو ايفالويت ا كيس اوف اميون ديفيشنسي. في البدايه لازم نعرف ان 10% بس من الاميون ديفيشنسي بتكون برايمري، يعني سواء ميسنج انزايم، سواء سيل تايب البي سيل مش موجوده، او في كومبوننت، ودي بتبقى هيريديتري وبتبدا ايرلي ات فروم ايج. 90% سكندري اللي هو طبعا ايج بيبقى اكبر ومعاها مالجنسي اتش اي في، ممكن مال نيوتريشن والاميون سبريسيف دراجز. السكندري اميون ديفيشنس طبعا الديابيتس ممكن يسبب النيوتريشن الاتش اي في، طبعا الاميون سبريسيف دراجز مهمه جدا واحنا كلنا بنستخدمها. البرولونجت سيريس ايلنس. الكلو بقى في البيشنت هيستوري عشان اقول ايه الكلو نفسها. طبعا الانست السي في اي دي الكومن فاريبل اللي هو بيبقى فيه هايبو جاما جلوبولينيميا، هل هو بريزنتد في الاطفال مثلا؟ لا، البريزنتيشن بتاعته بيبقى مينلي في الادلت بعد 20 سنه. طبعا استخدام المضادات الحيويه كتير ده بيخلي البريزنتيشن يبقى متاخر. في الهيستوري لو في يعني دي الكلو هي بقى في الهيستوري، احنا بيجي لنا ساعات اسر فيها اللوبس مثلا كذا واحد، ده نشك ان عندهم كومن فاريبل اميون ديفيشنسي. بيجي لنا ساعات طفل او حد خد ليف اتنويتد فاكسين زي بوليو او بي سي جي وجاله البوليو او جاله بي سي جي، وساعات الناس تقول ده الفاكسين فيه مضروب او فيه مشكله، ده بنشك ان عنده تي سيل ديس اوردر. السكين انفيكشن طبعا ممكن يحصل مع الريكار مع النيوتروفيل فيها مشكله. الريكارنت جينجيفايتس ساعات بيجي لنا حاجات ناس اورال ألسر مش لاقيين حاجه، يعني ممكن يبقى معاهم برضك نيوتروفيل ديفكت. النيسيريا المننجايتس لازم نشك في الكومبلمنت ديفيشنسي من اول سي 1 لحد سي 9 يعني، وطبعا بيبقى اشهر من اول سي 5 اكتر يعني. الريكارنت سيبسيس في مرضى بيجي لهم سيبسيس يعني ريكارنت وكده، لازم نشك برضك في الانتي بودي ديفيشنسي في الهايبوسبلينيزم. لو في بقى فاميلي هيستوري اوف طفل يعني ضايد في الاسره او كده بردك بيبقى في سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي، ده من اهم الامراض اللي بتعمل بريماتيور تشايلد هود ديس. طيب في حاجات اعراض ثانيه مهمه بردك وبتدل على الاميون ديفيشنسي لو ما لقيناش سبب، ومنها الكرونيك دايريا، منها السيتوبينيا يعني مريض دايما عنده سيتوبينيا ومش لاقيين لوبس ومش لاقيين حاجه هيماتولوجي، منها الجرانيلوما لو بيجي له برضك جرانيلوما وعملنا بايوبسي، منها لو عنده سبلين مش متفسر وعملنا كل حاجه والاورام ما فيش حاجه والهيماتولوجي ممكن نشك في الاميون ديفيشنسي. الكلو في الفايندنج الفيزيكال اكزامينيشن الدايريه زي ما قلنا، السي 3 البايوجينيك انفيكشن، الامبلايكاس ستامب في الاطفال بتقع مثلا خلال مده معينه لو اتاخرت بيبقى الليكوسايت ادهيجن سندروم، الافسس السر برضك بيبقى مع النيوتروبينيا. في نقطه مهمه الابسنت تونسل في الاطفال بتدل على لو فيري ابسنت الاكس لينكد اجاما جلوبولينيميا او السيفير كومبايند اميون ديفيشنسي. ساعات بعض امراض الاميون ديفيشنسي بيبقى معاها ليمفادينوباسي كتيره زي كرونيك جرانيلوماتس ديزيز. دي بعض الصور برضك للاكزيما، الاكزيما ساعات يكون فيها اندرلاينج اميون ديفيشنسي، الاورال ثراش والانجيو اديما طبعا نوع الهيريديتري انجيو اديما ده اميون ديفيشنسي. في فيتشرز بقى بتطمنا ان المريض ده حتى لو عنده اميون ديفيشنسي بيبقى حالته يعني كويسه وممكن يعني مش حالته فيري ديزي يعني سيفير. اول حاجه الليمف نود، يعني الابسنس اوف ليمف نود دي علامه مش كويسه في الاميون ديفيشن. البريزنس اوف ليمف نود دي يعني 50% من الاطفال بيكون عندهم ليمفادينوباسي سواء بصوره او باخرى نتيجه انفكشن نتيجه اي حاجه، لو الجروس بتاعه كويس ده برضك يدل على ان المرض يا اما لسيفير اور مفيش اميون ديفيشنسي وما عندوش ديسمورفيك فيتشر تدل على مرض معين من الامراض الكتيره قوي بتاع الاميون ديفيشنسي.
طيب الديترمايننج بقى التايب اوف اميون ديفيشنسي فيه طبعا امراض كتيره. في ثلاثة حاجات هنقدر نوصل للدايجنوزيس. اول حاجه الديزيز باترن نفسه، الدايجنوستيك كرايتيريا. انا فوجئت ان كل الامراض بتاع الاميون ديفيشنسي ليها دايجنوستيك كرايتيريا زي الروماتولوجي بالظبط. الورك اب والانفستيجيشن. هنشوف بقى الباترن كل يعني هنشوف كذا باترن دلوقتي. ده 27 years old female عندها history، بيجيلها 6 مرات sinus infection وجالها 2 مرات نيومونيا. النيومونيا مش سهل تيجي لأي حد عضلت، لو جات له أكتر من مرة بنشك في الإميون ديفيشنسي. اللاست إبيسود دخلت المستشفى والبيشنت طبعا عندها history of ITB زمان كانت بتعالجت من الإميون ثرومبوسايتوبينيا. من نتيجة الريكانت انفكشن عملت الاميونوجلوبولين طالعة قليلة والبي سيل كانت نورمال، لكن الاميونوجلوبولين كانت لو والفاكسين ريسبونس لما بندي بيطلع لو الانتيبودي تتر بعدها. يعني الموست لايكلي دايجنوزيس ذيس باترن طبعا حاجة اميون ديفيشنسي ومعاه اي تي بي او اوتو اميون ديزيز، ده كلاسيك بريزنتيشن للكومن فاريبل اميون ديفيشنسي. وبالتالي ساعات يبقى عندنا لوباس بيشنت هيموليتيك انيميا، يبقى عندنا ثرومبوسايتوبينيا، نشك دايما او انا بدات اعمل الاميونوجلوبولين اي جي جي واي جي ام للمرضى دول. طبعا المرض ده 20% او اكتر من 20% بيجي معاه يعني اوتو اميون ديزيز. في باترن تاني، ده طفل عنده 3 سنين جاله اوبورتونيستك انفكشن نيموسيستس جيروفيزي نيومونيا، وبيجي له اير انفكشن ونيومونيا وانترميتنت نيوتروبينيا وعنده بس ما عندوش بقى فيلير تو سرايف ولا الجروس بتاعه كويس والنيجاتيف اتش اي في ونورمال تي سيل، الاميونوجلوبولين بتاعته قليله بس الاي جي ام بتاعه عالي، الاي جي ام عالي قوي والاي جي جي كان قليل. يعني ده برضك نشك فيه حاجه اسمها هايبر اي جي ام، المريض بيبقى عنده الاي جي ام بس انما بقيه الاميونوجلوبولين بتبقى يعني قليل. طيب في باترن اخر 6 سنين، ده طفل بردك عنده ستاف اوريس انفكشن وبدا ياخد انتيبيوتيك وجاله نيمونيا ونوكارديا، وفي هيستوري بقى فاميلي هيستوري ان اخوه عنده ريكورنت سكين ابسيسز وسريتيا وجاله اوستيومايلايتس واخواته البنات ما عندهمش مشكله الحمد لله. الهيستوري ريكورنت سكين ابسيس ونيمونيا واوستيومايلايتس في الميل ده بيسجست الفاجوسيتك كرونيك جرانيلوماتس ديزيز، حاجات كلها في السكن والنيوتروفيل مش قادره تكاتش الانفكشن او تفايت الانفكشن. البريزنتيشن اللي بعد كده ده طفله عندها 2 سنين جالها مننجو نيموكوكال مننجايتس، ولكن رغم السيفير سيبسز ما عندهاش اعراض شديده يعني او الفيفر قليله يعني، ورغم ان هي فيها نيموكوكال مننجايتس والسي ار بي يعني نورمال او طالع حاجه بسيطه، وجالها وفي هيستوري ان في اخ ليها مات اضايد من استافيلوكوكال بكتيريميا بنفس برضك الصوره ما كانش عنده سيفير يعني انفلاميشن. يعني طبعا الانفيسيف يعني جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف بكتيريا والبور انفلاماتوري ريسبونس في عيان يعني في سيفير انفكشن لكن في بور انفلاماتوري ريسبونس سجستد افكت في التول لايك ريسبتور، يعني عيان بيبقى مثلا عنده مننجايتس ورغم ذلك نلاقي السي ار بي مش عالي قوي والفيفر مش عاليه والمريضه دي تشخصت حاجه تول لايك ريسبتور ديفيشنسي اراك فور ديفيشنسي. الطفل بقى عنده بردك امبلايكال ستامب بتاعته قعدت طولت عن اللازم. في ساعات في اطفال نورمال كده لكن دي بنشك فيه اللاد اللي هو بيبقى دايما اللاد ده، دي طفله كان الاهل خايفين ان هي يكون عندها اميون ديفيشنسي سمعوا في الانترنت وكده، لكن لما عملت تحاليل والسي بي سي بتاعتها نورمال لازم السي بي سي بتاعتها ليكوسايتوزيس لان الليكوسايت ادهيجه ما بتنزلش بتعديش من البلد فدايما ترنيها ريتيند في البلد فبيبقى في ليكوسايتوزيس وليكوسايت ادهيجن جوه البلد نفسه ما بتروحش في التيشو، فدي الطفله دي ما طلعش عندها اللاد ده. في مريض تاني 20 سنة في ميل بيشنت تو بريزنتد ويز فيفر ونوزيا وفوميتنج وهيدك وطبعا ده يدل على المننجايتس. اهم حاجه في المننجايتس ان احنا بنعمل دايما الكومبلمنت ديفيشنسي. طبعا في الاكزيما مهمه قوي ويجي له لو عيان عنده اكزيما وريكرنت انفكشن نشك في الحاجه اسمها هايبر اي جي اي سندروم او جوب سندروم.
طيب الدايجنوستيك كرايتيريا انا هذكر مثال واحد بس اللي هو السي في اي دي ده بيقول كونسيستنت كلينيكال فيتشرز يا انفيكشن والاوتو اميونيتي والجرانيلوماتس يعني يبقى في فيكتشر اوف انفيكشن واوتو اميونيتي وجرانيلوما في البودي ماركت ديكريز في الاميونوجلوبولين جي وماركت ديكريز اوف اي جي اي والاي جي ام يعني واحد منهم لازم يكون اي جي جي ده اساسي ومعاه يا اي جي اي او اي جي ام قليل والبور ريسبونس تو فاكسين واخر حاجه سكندري كوزس اوف هايبوجاما جلوبولينيميا لازم استبعدها يعني لو المريض ده مجمع الكرايتيريا دول يبقى هو ده بيتشخص ان هو سي في اي دي اللي هو كومن فاريبل اميون ديفيشنسي. اسباب الهايبوجاما جلوبولينيميا كتيره جدا وادويه وحاجات يعني ممكن طبعا ناخد وساعات الاسترويد نفسها مكتوبه والهيدروكسكلوروكين. طيب الورك اب بقى في الاميون ديفيشنسي الهيومورال لو انا شكيت ان العيان عنده انتي بودي ديفيشنسي بقيس الاميونوجلوبولين جي وام واي واي بشوف الفاكسين ريسبونس التتر بتاعه زي ما يكون واحد واخد فاكسين وبشوف التتر هل كون ضده انتي بودي ولا لا للهيموفلاس وللتيتانوس والنيموكوكل الاديشنال تيست بشوف البي سيل نفسها كونت بقى والفانكشن بتاعتها والميوتيشن السيلولار فانكشن بقيس الليمفوسايت كونت ديليد تيست للكانديدا اتش اي في السايموس جلاند بنعملها اكس راي الفاجوسيتك فانكشن كاونت طبعا الفاجوسيتك زي الكرونيك جرانيلوماتس ديزيز والنايترو بلو تيترازوليوم تيست الكومبلمنت طبعا بنقيس سي 3 وسي 4 وسي اتش 50 والسي 1 استريز انهيبيتور بنقيس الديابيت نشوف الديابيتس نشوف الاتش اي في لازم نكسكلود السيستيك فايبروزيس بيجي بريكارنت انفيكشن ايضا البروجنوزيس الانتي بودي افضل حاجه ديفيشنسي ده افضل حاجه في الامراض ديت بيبقى جود بروجنوزيس وتقريبا بيبقى نورمال لايف اكسبكتنسي الفاجوسيتك سيل ديفكت بيجي لهم يعني بعضهم بيدخل في مشاكل وبعضهم حاجه يعني جاردد بروجنوزيس للاسف السكيد ده سيفير كومبايند بي وسي سيل بيبقى طبعا سيفير والمورتاليتي ايرلي التريتمنت اول حاجه افويدنس اوف ليف فاكسينيشن يعني اي طفل او اي حد عنده اميون ديفيشنسي ممنوع تماما اللايف الليف فاكسين لازم ادي كل نوع له حاجات ساعات بندي سلفا انتيبيوتيك مستمره على طول فور لايف الانتي بودي ديفيشنسي بيتعالج بالاي في اي جي على طول فور لايف بندي ساعات الجاما انترفيرون غالي جدا عن الانترفيرون العادي مش زي البيتا انترفيرون ومش متوفر قوي بيبقى مفيد بردك والجين سيرابي والحاجات دي ان شاء الله فيها حاجات جديده يعني الاي في اي جي في بيبقى الدوز طبعا اقل بياخد كل شهر 400 ملي جرام وانس ديلي وفي ممكن ياخدها سبكوتينيوس بتبقى اسهل في الاعطاء وبس وليه سايد افكت سيستميك وممكن ياخدها في البيت بس ممكن تعمل رياكشن بس في اخر حاجه بقى الديفيكلت سيتويشن في الاميون ديفيشنسي اول حاجه الاوتو اميونيتي ممكن العيان يبدا باوتو اميون ديزيز وهو يكون اصلا الاندرلاينج ديزيز عنده طبعا لو لقينا يعني ايرلي اوتو اميون ديزيز لقينا معاه ريكرنت انفيكشن طبعا بياخد نفس العلاج بتاع يعني لو لوبس ومعاه اميون ديفيشن هديله بس نتابع الانفكشن وممكن نديله حاجه بروفيلاكتيك ده 46 سنه ميل بيشنت وسموكر بريفيسلي جاله مره اوتو اميون هيموليتيك انيميا وتعالج وريكفرد منها بعد كده بعد 4 سنين جاله ثرومبوزس في السبلينيك ارتري وعمل سبلينكتومي following year he developed pneumonia بدا يجي له بقى نيومونيا جزء منها ممكن من السبلينكتومي لكن تحاليله فعلا طلع الاميونوجلوبولين قليله وبدا اميونوجلوبولين والحالته بقى استقرت جدا كان كومن فاريبل مع اوتو اميون هيموليتيك انيميا الروماتويد ارثرايتس ممكن يجي مع بيشنت من الكومن فاريبل طبعا ده بردك دي حاله مهمه كان 29 سنه ميل جاي له اكزيلاري وسيرفايكال ليمفادينوباسي وسبلينوميجالي وترانزينت ثرومبوسايتوبينيا وعمل بايوبسي وطلعت جرانيولوما يعني نانكازييتنج جرانيولوما وتشخص ساركويدوز وكان في تحاليله فيه اميون يعني اميونوجلوبين القليله بس ما حدش خد باله يعني هم الحاله كيس ريبورتد ان هم ما كانوش مدينها اهميه في نانكازييتنج جرانيولوما خلاص بداوا ان هو ايه
ساركويدوزيس وبالفعل اتحسن وقعد فترة متحسن، لكن بدأ بعد 10 سنين يجي له ريكارنت انفكشن ونيومونيا والليزبلين كبر والثرومبوسيتوبينيا. بدأ يعمل بقى الاميونوجلوبولين تاني لقى قليلة، والكومن فاريبل ممكن يجي بالجرانيولوما أو بيكشر أوف ساركويد لايك لكن مش ساركويدوز. ممكن أدي في الحالات دي استيرويد جاردد ودي بردك، بس لازم أكون معايا الاي في اي جي. طيب البيولوجيك ثيرابي طبعا يعني كلنا بنستخدمها، اكتر حاجه الانتسايموسايد ده في الهيماتولوجي، المونوكلونال انتي بودي، الانتسايتوكاين ثيرابي والتي سيل سبريشن. يعني طبعا عوامل مختلفه بتاثر على دي، طبعا يمكن من اكتر حاجات دي كيسز مع النيموسيس جروفيزي مع مريض بياخد اباتاسيب، ده عيان جاله منينجو انكفالايتس، واحنا بنشوف اكيد الحالات دي كل شويه مع عيان كان بياخد تريتمنت ريتوكسيماب، هو كان بياخده للسورايسز يعني وجاله منينجايتس برضك، دي كان تي ان اف انهبيتور وكذا مريض ما كانش معمول قوي او التيبركلين تيست بدقه، فحصل رياكتيفيشن للتي بي مع تي ان اف انهبيتور نتيجه السكندري ديفيشنسي في التي ان اف. اخيرا الاميونايزيشن طبعا ده بيبقى ديفيكالت سيتويشن، في سؤالين مهمين جدا لازم نسالهم، اول حاجه الفاكسين ده سيف؟ يعني المريض ده هياخد الفاكسين ممكن يحصل له مشكله، وهل هيبقى افكتيف ولا لا؟ يعني المريض ممكن ياخد الفاكسين وما يحصلوش مشكله بس الفاكسين نفسه مش افكتيف معايا. يعني اول قاعده الكيلد فاكسين كلها مسموحه في الاميون ديفيشنت بيتن نو بروبلم. الليف اتينويتد فاكسين ار كونترا انديكيتد في معظم الاميون ديفيشنسي. طبعا لو جاله انفكشن ممكن اديله سبيسيفيك اميونوجلوبولين، جاله تيتانوس ممكن اديله الاميونوجلوبولين بتاع الانتي بودي او فاريسيلا اديله الحاجه اللي هو ديفيشنت. طبعا طفل بيطعم عادي للبي سي جي فاكسين، جاله اكزيلري انفلاميشن سيفير وساعات تبقى السريتنج وسبيوراتيف يعني وتحتاج تدخل جراحي وكده، ده اسمها بي سي جايتس بتيجي في الاميون ديفيشنت بيشنت سواء الكومن فاريابل، ساعات تبقى ديسيمينيتد البي سي جايتس بس مجرد اكزيلري ده ما بياخدش انتي تيبركلاس، لو ديسيمينيتد بقى وراحت في اماكن اخرى بياخد ضروري انتي تيبركلاس تريتمنت. ده برضك حاله طفل عنده سنتين جاي بباراليسز في اللور ليمب نتيجه الاورال بوليو فاكسين، الاورال بوليو ده ليف اتينويتد فاكسين. طبعا كانت مشكله وعملوا التحاليل برضك طلع ان هو كومن فاريبل اميون ديفيشنسي ايرلي دايجنوزس لانه بيبقى بريزنتد بالادلت، بس الفاكسينيشن هو اللي ايه كشف الموضوع. اخيرا ان يعني الكونكلوجن ان احنا لازم يكون عندنا هاي اندكس اوف سسبيشن، ان يبقى في سارا هيستوري على الريكرنت انفكشن ونبدا بالسكريننج تيست، ولابد نعلم المرضى ازاي تو افويد الانفكشن والبريفنتيف ميجر. الايرلي دايجنوزيس طبعا والتريتمنت بيبقى لايف سيفنج ان شاء الله. وشكرا جزيلا. الف شكر يا دكتور عماد على this very informative lecture. ودلوقتي نفتح فلور للديسكشن، اتفضل دكتور عماد. يعني الموضوع very complicated، يعني how to diagnose the case. احنا بيجي لنا حالات كتير قوي recurrent infection with different types of infection، سواء upper common cold، بالذات الcommon cold يعني عيانين كتير بيشتكوا، وبرضو بيشتكوا لما بياخدوا الفاكسين بيجي لهم الاتاكس اكتر. يعني انا استغربت القصة دي وبدأت افكر فيها. أيوة. لما اخترنا حضرتك تعمل الموضوع، يعني ايه الموست براكتيكال تيست ان انا اقيس الاميونوجلوبولين؟ يعني مش برضو حاجه نوت ابليكابل ان انا يعني اقيس الاميونوجلوبولين واقيس الريشيو بتاعه في تي سيل سي دي 8 وسي دي 4 ريشيو، وبعدين ممكن يشخص بقى كده يعني. بس هو هي فعلا يعني اقصد لازم يبقى في سسبيشن، وما ينفعش اشخص اميون ديفيشنسي وزاوت انفستيجيشن. يعني حتى لو بيجي له ريكارنت انفيشن ممكن يكون عنده راينايتس، عنده في ناس سيستيك فايبروز، انا شفت حاله تشكك ان هي اميون ديفيشنسي واللنج فيها برونكايكتس وكده،
وتنينا فتره لحد ما اتشخص، عملنا السي اف تي ار جين اللي هو بتاع السيستيك فايبروز وطلع بوزيتيف واتشخصت سيستيك فايبرو. بيبقى في مانجمنت اخر يعني. فانا طبعا الكلو بتاع الهيستوري وكده بيوجهني لانتي بودي، ده كومبلمنت ديفيشن ساعات هو تحاليله كتير، لكن الانتي بودي اشهر حاجه، ده اللي ممكن نعمله. والسيلز بتاع الايمون سيستم سي دي 19 و20 و4 و8 مثلا، وساعات فلو سايتومتري بقى وكده. والانتي بودي ريسبونس للانفكشن يعني السبيسيفيك نيموكوك الفاكسين تتر، يعني زي واحد بياخد فيروس بي مثلا وبيشوف التتر بتاعه هل بقى في كون ريسبونس، او كوفيد مثلا وكون ريسبونس ولا لا، ده برضك بيدل على الاميون سيستم باور ولا لا. يس اكمل على يعني كلام الدكتورة. احنا بصراحه كنا يعني محتاجين نسمعها من زمان، ده موضوع مهم جدا جدا. انا ليا معلش سؤال وتعليق. السؤال الاولاني في الكومبايند فاريبل اميونو ديفيشنسي، احنا بنعمل الاميونو جلوبولين ليفل، ومن ضمن الاميونو جلوبولين ليفل ده بيبقى الاي جي اي. التريتمنت بتاعت الناس دي بتبقى اي في اي جي. طب الاي جي اي ليفل احنا عارفين ان هو ما بيبقى له الاي في اي جي بيعمل سيفير ترانسفيوجن رياكشن، ايه الحل؟ لو وهو صح بيبقى الاي جي اي ديفيشنت والميكانيزم انون، ان احنا بندي اي في اي جي بيحصل سيفير ترانسفيوجن رياكشن للعيان اب تو انه بيضاي، الحل؟ افندم ايوه تمام. المشكلة دي مش موجودة في الـ IVIG الجديد، بيعملوا هم يشيلوا الـ IGA في الحالة دي، لأن هو لأن دي بالذات معروفة من زمان، فبدأوا يطوروا الـ IVIG. يبقى احنا فما بقاش فيه كده يعني، فما بقاش فيه المشكلة دي مع الـ IVIG الجديد. ده حضرتك بتقول الجديد طبعا. جديد فعلا. والنقطة مفيش فيه كان زمان في الرياكشن لكن دلوقتي ما عادش. وفي نقطه كمان استكمال للدكتور علي، ان هو بنعمل انتي اي جي اي، يعني لو الانتي لو المريض ما عندوش انتي اي جي اي يبقى ما فيش مشكله، ما عندوش انتي بودي فممكن ياخد حتى العادي. انتي اي جي اي ده نورمال موجود، لكن هو هي بتقول يعني بي بي زي الار اتش كده يعني ما يبقاش. لا اصل ممكن ديفلوبد يعني، ممكن لو في رياكشن يحدث. ايوه للفورن اي جي اي، لان ممكن ما يكونش الهيومن بينج اورينتد للاي جي اي اللي جاي من بره، فممكن يحصل رياكشن ايفن لو ما فيش انتي بودي. تمام. طيب معلش الكومنت الثاني بقى يا دكتور عماد، ان هو بالنسبه لللايف اتينويتد فاكسين دي كومبالسوري، يعني احنا الطفل لما بيتولد الاميونو ديفيشنس دي معظمها اصلا هيريديتري وجينيتك، فهو كده كده هياخد لايف اتينويتد فاكسين اول ما يتولد من غير ما يشخص. والله هي دي مشكله فعلا، وبره بيعملوا دلوقتي سكريننج مثلا بالذات السكيد ده، لانه لو خد الفاكسين هيضاي منه بالظبط السكيد. ففي تحليل دلوقتي اسمه تريك كده بيعملوه للنيونيتس في بعض الاماكن، ده بيشخص السيفير كومبايند. بقيه الحالات ممكن ما مش هيحصل له يعني، هيجي مشكله بس ممكن يتعافى منها، انما الثاني ممكن يجي له فيتال انفكشن من الفاكسين. شكرا. شكرا يا دكتور عماد، بصراحة البرزنتيشن بتاعك جميل جدا. بس أنا كنت عايز أخد رأيك في حالة إن هي متشخصة immune deficiency وعندها low level of IgE و IgA، بس ما فيش أي evidence of recurrent infection. هل ده لو بليس ان انا ادي اميونوجلوبولين كده بروفيلاكتيك، ولا المفروض ان انا بدي الاميونوجلوبولين تو بروتكت تو بريفنت تو تريت ذا انفيكشن؟ فراي حضرتك ايه يعني اسيمتوماتيك بيشنت ويز اميون، يعني صحيح ممكن تكون اقل نسبه من الناس اللي بيجي لهم سيفير ريكرنت انفيكشن. ثانك يو. والله شكرا لحضرتك. وسؤال طبعا مهم، ان احنا لو واحد اسيمتوماتيك في حالات بره بيدوه على يعني لو ريكرنت ساينوسايتس بس ومعاه اميون ديفيشنسي ممكن يدوا له الاي في اي جي، انما لو هو ما عندوش اي حاجه خالص ممكن ما فولو اب ممكن يكون ترانزيانت. ساعات الليفل بيختلف يعني، في نسبه مثلا سيفير قوي مايلد تو مودريت، لو سيفير لازم ياخد يعني اعتقد، انما لو مايلد تو مودريت يعني وما فيش. انا قصدي ان هو لو اسيمتوماتيك ديفيشنت يعني مودريت يعني مزود اني انفكشن هو مايلد يعني ما بيجيلوش اي انفكشن. بس المشكله طبعا انت عارف ان الاميونو جلوبولين اكسبنسيف وبعدين ان هي بتتاخد مثلا ريجولار يعني افري مانث، فهل ده يعني انديكيتد ولا ان انا استنى لو في
هيستوري او لو حصل له ريكيرنت انفيكشن. ايوه هي طبعا الجرعه بتاع الاميون ديفيشنسي اقل يعني تعتبر ربع الجرعه بتاع الاوتو اميون ديزيزز او كل شهر واحده جرعه بس. والمصل واللقاح بيوفرها طبعا الاطفال بياخدوا جرعات صغيره بالنسبه للبودي ويت فما بتبقاش اكسبنسيف قوي. واحد ادلت يعني لو ادلت بقى طبعا الجرعه هتبقى برضك مكلفه وكده لو ما عندوش حاجه. انا متهيألي مع يعني مش عارف ياخد. ثانك يو. شكرا. لو سمحتوا ممكن سكند توك معلش بتقول عليه دقيقه واحده. ده انا ما اتكلمتش في المؤتمر اعتبري ديت الكلام بتاع في المؤتمر. بص هو جميل انا بس مبسوط منك يا دكتور عماد والله يعني شكرا. بما يرضي الله مارفلس يعني. انما انا كان ليه انت بنقول نعمل اكسكلوجن للدايابيتس والاتش اي في لكن احنا في الروماتولوجي اول حاجه احنا عندنا هايبوسبلينيزم من سيستميك لوبس في 5-10% اوف كيس. فلازم ان احنا نشوف مثلا لو في سي بي سي كويس نشوف الهاول جولي باديز تمام. وبعدين كمان الاميونايزيشن ديت معرضين لانكابسوليتد اورجانيزم انفكشن تمام. فلازم نعمل اميونايزيشن بقى في الحاله دي للنيوموكوكاي والجونوكوكاي ودي مش ليفر اتنويتد يعني. مش كده لا في حاله الهايبوس ايوه دي نيموكوكاي الباكسين يعني ده بيتاخد عادي حرصين. الحاجه الاخيره بس ان وين ايرلير البوسيبيليتي اوف 6 لينكد اميونو ديفيشنسي هي الاكثر والاميونوجلوبولين اي هو اللي بيبقى ديفيشنسي واحيانا الاميونوجلوبولين اي ديفيشنسي معظمها ممكن بريزنتد بروماتويد ارثرايتس ونقعد نعالج ببيولوجيكس وكده واحنا مشخصين غلط. شكرا دكتور علي. شكرا دكتور عماد. شكرا جزيلا. يشرفنا السكند سبيكر بروفيسور دكتور ايهاب الترابي. هي ويل جيف اس ا هنت از ريجارد هيريديتري كونكتيف تيشو ديزيز. Dr. Ihab, Professor of Internal Medicine and Rheumatology, Mansoura University. Welcome to you. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر دكتورة داليا ودكتورة سماح وكل الزملاء في الجمعية على التنظيم الرائع والمواضيع الشيقة. يا دكتورة داليا طبعا لما كلمتني على موضوع الكونكتيف تيشو ديزيز الهيرديتري كونكتيف تيشو اوردرز هو الحقيقة من الموضوعات اللي لقيتها كبيرة جدا وصعب ان هي تلم في محاضرة واحدة يمكن كل موضوع عاوز محاضرة لوحده لكن احنا هنحاول نلمه في شوية ونقول الـ 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 الحاجات اللي تخلينا نفكر في الـ connective tissue disorders. امتى الـ classification الاول بتاع connective tissue disorders هي متقسمة لـ heritable connective tissue disorders اللي هو الموضوع بتاعنا النهاردة والـ acquired connective tissue disorders اللي هي يمكن بقية المواضيع بتاعة المؤتمر. الكونكتيف تيشو ديس اوردرز المشكله بتبقى ايزر في الفايبرلين او الكولاجين او الالاستين على حسب كل نوع من انواع ديت. هنلاقي مثلا حاجه زي المارفان واللويس ديتس سندروم المشكله في الفايبرلين سبيشال فايبرلين 1 والترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. الكولاجين تايب 1 تايب 3 اكتر في الاهلر دانول الكولاجين تايب 2 وتايب 9 اكتر مع الاستيكرر سندروم الاوستوجينيز امبرفيكتا مع الكولاجين تايب 1 ديفكت الالاستين مع السودوزانسوما الاستيك. هي الحاجه المشتركه في الكونكتيف تيشو ديس اوردرز ان كلها تقريبا فيها تيشو فراجيليتي ايزر مثلا السكن ان احنا نلاقي على طول في بروزس وسكن انجري هايبر موبيليتي اوف ذا جوينت وجوينت سبلكسيشن ديسكشن مثلا للاورطه الجوينت ديسلوكيشن كان اوكير ايفن سبونتينيوس. الكام سنه اللي فاتوا بداوا يفكروا بقى ان احنا يبقى في تقسيمات جديده وندخل الموليكولر جينيتكس في الموضوع ان احنا ما نعتمدش بس على الفينوتايبنج بتاع البيشنت لكن كمان نعمل الموليكولر جينيتكس بحيث نعرف الجين اللي مسؤول ونعمل له اناليسز وده بيساعد في تشخيص الكيس زي ما هنقول وكمان بيساعد في الكوهورت ستاديز بعد كده لو حد حب يعمل ريسيرش بقى ويشوف الجينز المسؤوله.
الجوينت هايبر موبيليتي بصفه عامه معناها الجوينت ده بيتحرك بيند ذا نورمال ليميتس بتاعته. ممكن نلاقي الجوينت ده حصل اوفر اكستنشن له مثلا، وده يختلف اكوردنج تو ذا ايج والجندر والاثنيك بوبوليشن. البايثون سكور ده اتعمل باليو كي اهلر دانول، قالوا ان عندنا 9 بوينتس لو العين قدر يتاتش الجراوند باي ذا بالم ويز انبندد ني هياخد 1، لو قدرت اعمل بيندنج للليتل فينجر اكتر من 90 هيبقى 1 فور اتش ليتل فينجر، ان الثامب يلمس الفور ارم 1 فور اتش ثامب، هايبر اكستنشن اوف ذا ني اند البو 1 اكتر من 10 ديجري 1 فور اتش. ودي بتختلف بقى لو ده طفل او ادوليسنت هيبقى السكور اكتر من 6، لو ده مثلا تحت سن 50 سنه بعد الادوليسنت هيبقى سكور 5، فوق سن ال 50 سكور 4 كافي عشان اقول فيه هايبر موبيليتي. وده مهم عشان نقول ان فيه هايبر موبايل جوينت. طب احنا ممكن نشوف بعض الناس عندهم هايبر موبايل جوينت وما عندهمش سيمتومز او عندهم مايل سيمتومز، الهايبر موبيليتي لازم تبقى اسوشيتد معاها سيمتومز وكرونيك بين مثلا ديسابيليتي عشان اقول ان الهايبر موبيليتي دي از اسوشيتد ويز كونكتيف تيجو ديسوردرز. اول موضوع هنتكلم عليه، وطبعا مواضيع كتير احنا اخترنا الموست كومن واللي ليها شويه ريليشن بالشغل بتاعنا، اول حاجه اللي هي المورفين سيندروم. المورفين سيندروم الانسنس بتاعها تقريبا واحد في كل 3000 الى 5000 حاله، في وايد رينج اوف كلينيكال سيفيريتي. المعروف عن المورفين يمكن اكتر معها اوكولر ومعها كارديو فاسكولار ومعها ماسكولوسكليتال، لكن ممكن يحصل معها حاجات تانية كتيره زي اللنج والسكن مثلا. ده الصمب ساين ان انا اقدر طبعا عين عنده اراكنوداكتلي، فلما بيمسك على الصمب بنلاقي الصمب خارج من اوت ذا هاند. الريست ساين ان العين يمسك الريست بالثامب والاندكس، وبنلاقي عند البيشنت ده ديفورميتيز مثلا في الشيست زي بيكتس اكسكافيتم او كرنيتم ومعاه سكوليوزس. الحقيقه برضو في الكام سنه الاخيره اتحط سكور جديد، دي السيستميك فيتشرز ونعرفها، لان لما اجي اعمل سكورنج بعد كده او دايجنوزس للمورفين سندروم انا محتاج السكور ده العين لو عدى سيستميك مانيفستيشن اكتر من 7 بتتحط مع الكلاسيفيكيشن. الريست والصامب ساين لو بوزيتيف الاثنين ياخد 3، الريست اور صامب لو واحد منهم هياخد 1، بيكتس كرينيتم او بيكتس اكسجافيتم بتاع السيست، هاين فوت ديفورميتي، بس بلانوس، نيوموثوركس، ديورال اكتيزيا بنعمل ام ار اي، بروتروجن اوف ذا استابيولم. بنلاقي فيه طبعا ديسبروبورشنت تول ستيتشر، السبان هيبقى اكتر من الهايت واللور سيجمنت اكتر من اللور من الابر سيجمنت. هنلاقي فيه سكوليوزس، ريدوسد البو اكستنشن، هنلاقي فيه دولوكوكيفالي وانوفسالموس وداون سلانتنج للبالبيبرال فيشر وريتروجنسيا اللور ماندبل بيبقى صغير، سكين استرايا والمايوبيا ومايترال فالف برولابس. اتحطت بقى الريفايزد جينت كرايتيريا فور دايجنوزس اوف مورفين، ان لو العين عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري فيبقى كفايه حاجه من الثلاث حاجات، ان انا الاقي اكتوبيك لينس او سكور من استيميك مانيفستيشن احنا قلناها اكتر من 7 او اورتيك روت دايلاتيشن اكتر من 2. لو العيان ما عندوش بوزيتيف فاميلي هيستوري هيبقى الاثنين ميجور الاورتيك روت او الاكتوبيا لينتس مع بعض، او واحد منهم مع جين ميوتيشن فايبرلين 1 ميوتيشن، او اورتيك دايلاتيشن مع سكور اكتر من 7 في السيستميك سكور اللي قلناه. انا محتاج اعمل ورك اب للعيان ده، ايكوكارديوجرافي واورتوجرافي، محتاج اشوف الاورتيك روت، سليت لامب عشان اشوف اللينس، الاكس راي عشان الديفورميتيز اللي احنا قلناها، الام ار اي عشان اشوف الديورال اكتيزيا، البرينيتال تيستينج والجينيتك كاونسل. الماجوريتي اوف ميديكال ثيرابي في المورفين سندروم تارجتنج الكارديوفاسكولار، لان دي الاخطر لو حصل ديسكشن للاورطه، which most likely cause of mortality في العيانين دول. البيتا بلوكر والافتر لود ريدوسينج ايجنت ار يوز تو ريدوس ذا ستريس على الاورطه والميترال فالف. كمان دلوقتي في كلام على اليوز اوف اجيتين ستوب بلوكرز اللوسرتين وترانسفورمينج جروس بيتا انهبيتور، ممكن يكون لها رول برضو في البروتكشن اجينست الاورتيك روت دايلاتيشن والميترال فالف برولابس والبلمونري هايبرتنشن وغيره. تاني حاجه دي حاله يعني كنا عرضناها في 2012 في الميتنج بتاع الجمعيه اللي كان في جرين بلازا. دي كانت عيانه عندها 13 سنه كانت عندنا في المنصوره، بريزنتد بديفيوز ماسكولوسكليتال بين وسمول جوينتس افكشن، والعينه دي كان عندها ريكرنت فولز كل شويه تقع،
كان في بوست فاميلي اوف كونسانجوينيتي وديليد ووكينج. العينه دي اعطت هيستوري ان عندها حصل ديسلوكيشن جوينت ديسلوكيشن, راحت لبتاع العظم رجع الجوينت ده وزوت انستيزيا, از سكين بروزنج ديليد ووند هيلينج وديمينيوشن اوف فيزيوال اكيوتي. العيانه دي كان عندها جوينت هايبرلاكستي والسكن كان فيري الاستيك نيورولوجيكال جنرايزد هايبوتونيا وكان عندها مايوبيا ومايكروكورنيا وعملت اوبريشن فور جلوكوما. الانفستيجيشن بتاعتها ما كانش فيها حاجه سيجنيفيكانت از ريجارد ذا لاب, بوزيتيف روماتويد فاكتور بس ما كانتش مكمله الكرايتيريا, عندها اوستيوبينيا. ده الاكس راي بتاع العيانه كان عندها سكوليوزس وكان عندها كيف سكوليوز, الاكس راي بتاعتها مش موجوده معانا. ده شكل السكن بتاع البيشنت, في رينكلينج اوف ذا سكن واضح جدا ماركد رينكلينج, عندها السكن فيري الاستيك سكن, كان عندها جوينت هايبر اكستنسابيليتي برضو جوينت هايبر موبيليتي, معانا الاندكس متني اكتر من 90 ديجري. العينه دي كان عندها سكن هايبر الاستيستي وفراجيليتي وجوينت هايبر موبيليتي وكيفوسكوليوزس, شخصناها اهلر دانول سندروم. وتاني موضوع هنتكلم عليه الاهلر دانول سندروم. اهلر دانول سندروم is the name given to the group of more than 10 different inherited disorders all on involve the genetic defect in the collagen and connective tissue synthesis and structure. هي اتوصفت في 19th century by Edward Ehler from Denmark and Henry Alexander Donald from France. البريفلنس اوف اهلر دانول تقريبا واحد في كل 400 الف حاله, لكن لان في حالات كتير ان دايجنوز وبتبقى مايلد, ولذلك بقى ده التفكير بقى في الجينيتك دايجنوزس عشان نوصل فعلا لكونفيرميشن للحالات حتى المايلد. الاهلر دانول سندروم كان افكت ذا سكين والجوينتس والبلاد فيزل. ده سندروم كلينيكالي هيتروجينوس اندرلاين كولاجين ابنورماليتي ان ديفرنت تايب فور ايتش. كلينيكال ريكوجنيشن فور تايب اوف اهلر دانول سندروم از امبورتنت علشان البروجنوزس بعد كده والمانجمنت. قبل 2017 دول كان الستة تايبس, الحالة بتاعتنا تايب 4 اللي هو الكيفوسكوليوزس وده فيري رير تايب, يمكن أكتر الكلاسيك والهايبر موبايل والفاسكولر, كان فيه الأرثروكاليزيس والدرماتوس براكسس. ودي الكلينيكال مانيفستيشن, يمكن النيم بيقول لي ايه اللي موجود في الحاله. التايب 1 والتايب 2 في التايب 2 تايبس تو تايب 1, والهايبر موبايل في لاكستي اكتر, الفاسكولار معاه فاسكولار مانيفستيشن اكتر, والاوكولار والبيريودنتال مثلا في التيس. في 2017 اتعمل كونسنسس مخصوص علشان ريفايزنج ذا دايجنوزيس اوف اهلر دانول سندروم, وهل الكرايتيريا اللي موجوده وهل التايبس اللي موجوده هل فيها ان احنا بنشوفها ولا لا, وخرجوا بريكومنديشنز جديده وقسموا من اهلر دانول ل 13 نوع. سابوا الستة تايبس القدام علشان في حالات كتيرة متشخصة وماشية على الأنواع ديت ومتشخصة في نوتيبيكالي أكتر, مش معمول جينيتك, لكن بدأوا بقى يشوفوا في كل نوع إيه الجينز اللي موجودة فيها, وإن احنا نحط الجينيتك دايجنوزيس كواحدة من الحاجات اللي مطلوبة فور دايجنوزيس. في بعض الحالات هنلاقي زي الهايبر موبايل ستيل الجينيتكس بتاعتها مش معروفة, الموضوع إذا مطروا في ريسيرش أبطل نيم. دول 13 نوع الأنواع القديمة, وتحط بعد كده الكلاسيك لايك إهلر دانول سندروم, الكاردياك فالفولر حاجات اللي باللون الأحمر دي اللي اتحطت جديدة في الكلاسيفيكيشن, البريتل كورنيا سندروم, السبونديلو ديسبلاستيك إهلر دانول, الماسكولو كونتراكشرال إهلر دانول, المايوباثيك إهلر دانول, والبيريودنتال إهلر دانول سندروم. اتحط بقى كرايتيريا لكل واحد, مفيش مجال بقى ان احنا نذكر ال 13 نوع وكل نوع, اتحطت بقى ستريكت كرايتيريا للدايجنوزس بتاع كل نوع من دول, زي مثلا الفاسكولار في ميجور كرايتيريا وماينور كرايتيريا, الفاميلي هيستوري الارتيريال كل عام بيحصل له كل شويه ارتيريال رابشر, شويه سيجمويد كولون بيرفوريشن, يوتراين رابشر, كاروتيد كافيرنا ساينس فيستولا وزوت ابسنس اف اني تروما, في ماينور كرايتيريا موجوده, كل واحد من دول له ميجور وماينور. دي الكايفوسكوليوتيك تايب اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع البنت اللي شفناها معها هايبوتونيا, الميجور كرايتيريا تقريبا كلها موجوده في الحاله اللي احنا قلناها, فيها كونجينيتال ماسل هايبوتونيا, كونجينيتال اور ايرلي اونست كايفوسكوليوز جنرالايزد هايبر موبيليتي اوف ذا جوينت.
ده الفاسكولار تايب. يعني واضح جدا الفاسكولار تايب الفاسكولاريتي بتاعه العيانه بتبقى السكن ستريتش بقى شويه مش رينكلد سكن زي بتاعه التايب 4 اهلر دانول. وممكن يحصل انيوريزم في اي مكان وفي اي ارتري اكتره طبعا في الاورطه، لكن 50% من الحالات ممكن يحصل اوتسايد ذا اورطه. العيانين دول طبعا هو المهم الكير، هو حاجه جينيتكس احنا نوت كيورابل، لكن المهم الكير. وتحط بروتوكول فور فيزيوثيرابي باي ادوارد فلاور اند كير، اتحط يعني بروتوكولز في الفيزيوثيرابي بتاع الحالات دي، ري اشورانس وانهانسنج الجوينت ستابيليتي. يبقى العيانين دول عشان ما نعملش اوفر ستريتشنج المصل يحصل ديسلوكيشن، يبقى لازم يكون في بروتوكولات للفيزيوثيرابي والاكسرسايز اللي العيان ممكن يعمله. كمان لما العين ده يروح يعمل سيرجري لازم اكون على تواصل مع الجراح، محتاجين يكون في سبيشال مانوفرز ومحاذير للبيشنت ده لما يجي يعمل سيرجري. الهيرديتري كونكتيف تشوز اوردرز، مثلا لو عينها تروح تعمل مثلا كوليسيستايتس ما ينفعش تعملها لابروسكوبك لان ممكن يحصل انجري ممكن يحصل بليدنج بسهوله. لازم يكون في محاذير للبيشنت دي لما تيجي تعمل جراحه، واخد في اعتباري ان يمكن اخطر نوع منهم هو الفاسكولار اهلر دانول سندروم. السيرجيكال اند انترفينشنال راديولوجيكال ايفن حتى الحاجات الراديولوجيكال بروسيديرز فيها والاساطر وكده كاري ا فيري هاي ريسك. الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي مهم علشان المانجمنت اوف بين. من الحاجات اللي قالوا انها بينفيشال افكت شويه الفيتامين سي 4 جرام بير دي عشان الايزي بروزنج والبليدنج اللي ممكن يحصل مع تايب 4 اهلر دانول سندروم. ده كان اوكي ريفن ان انيمالز. يعني الاستريكلر سندروم، استريكلر سندروم اولسو نون اد هيرديتري بروجريسيف ارثرو اوف اوفثالموباثي، بيحصل فيها بروجريسيف مايوبيا بيجن ان ذا فيرست. الطفل ده يبدا يحصل له مايوبيا ان ذا فيرست ديكيد اوف لايف، ويحصل معاه بريماتور ديجنريتيف تشينجز وفاريوس ان فاريوس جوينتس سلايت هايبر موبيليتي. بيحصل فيهم ميد فيس هايبوبليزيا يوجوالي برضو evident in early life، وممكن يحصل معك left lip or cleft palate sensory neural hearing loss with a variable degrees. ده شكل the father and the son، الاثنين عندهم the same features. هنلاحظ وجود الميكروجانثيا اللور مندوم صغير، ده يخلي ايه المندوم كمان صغير والطنج صغير، بيحصل الريتروجانثيا كمان للطنج نفسه. برضو هنلاقي الميد فيشال هايبوبليزيا، وهنلاقي ان في فيوجن للميد كاربال بونز في البيشنت دول. ده مجمع المانيفستيشنز بصفه عامه بتاعه الاستريكلر سندروم اللي هي مايوبيا سكليوزس البير روبن سيكونس اللي هي المايكروجينثيا والهيرنج سنسوري هيرنج لوس والميترال فالف برولابس. اتحطت برضو كريتيريا للدياجنوز اوف ستريكلر سندروم، لو العيان جمع اكتر من او يساوي 5 بوينتس هنشخص ستريكلر سندروم. اول حاجه طبعا لازم يكون في الدياجنوزس حاجه من الثلاث حاجات اللي باللون الازرق دي اللي هي الميجور كريتيريا اللي هي الكليفت باليت والريتينال ابنورماليتي والسنسوريورال هيرنج لوس، لازم واحده منهم على الاقل. وما اخدش سكور 2 بوينت من اي كاتيجوري، اخدت مثلا من الاوروفيشال الكليفت باليت ما اخدش مثلا الفيشال فيتشر، اخدت مثلا من الاوديتوري سنسوري نيورال هيرنج لوس ما اخدش الهايبر موبايل تيمبانيتك ميمبرين. كمان في سكليتا اللي هي الفورمال هيد فيلير والفيبرال هيد فيلير والديسبليسيا والراديوجرافيك فايندينج والسكوليوزس. اللويس ديت سندروم الحاجه دي من السندرومات اللي اتوصفت ريسنتلي، يعني اتوصفت في 2005 مش من زمان قوي زي بقيه السندرومات. اللويس ديت سندروم كاركترايزد باي اورتيك انيوريزم جنرالايزد ارتيريال تورتشوستي هايبرتيلوريزم بايفيد امبروديوفيولا اور كليفت باليت. بيبقى المشكلة الأساسية فيها في الترانسفورمينج راس فاكتور بيتا ريسبتور 1 بيتا ريسبتور 2. ده شكلها نلاقي مثلا فيها توزس فيها لوست اير فيها فرونتال بوسينج فيها التلبس كوين فيروس الديفورميتيز والهايبر موبيليتي اللي موجوده عند الطفل. معاها فاسكولار مانيفيستيشن هي اهمهم 95% من الحالات دي معاها اورتوكروت دايلاتيشن،
هعمل احتاج اعمل سي تي ام ار اي 50% ممكن يحصل كمان فيها انيوريزم في اي ارتري تاني مع سكليتال مانيفستيشن زي البيكتس اكسكافيتا وكرنيتم والسكوليوزس والجوينت لاكستي والاركينوداكتلي والتالبس اكوينوفيروس اوستيو ارثرايتس سيرفايكال سباين مع كرينيوفيشال زي الهايبرتوريزم والبايفيديوفيولا معها كمان كوتينيوس مانيفستيشن زي فيلفيت سكن ايزي بروزنج معها اليرجيك مانيفستيشن ازمه اكزيما او اذرز معها بلو اور داسكي سكليرا. المهم في اللوت زيت سندروم هي الكارديوفاسكولار نسبه كبيره معاها 95% معاها اورتوكروت دايلاتيشن فالكير هيبقى ناحيه الكارديوفاسكولار لازم اعمل ايكوكارديوجرافي بلاد بريشر لورنج ميديكيشن ستريكت كنترول هايبرتنشن اكسرسايز ريستريكشن افويد البريسكرايبد ميديكيشنز ذات مي نيجاتيفلي امباكت على الهارت زي الديكونجستنت مثلا بروفيلاكسيس اجينست انفكتيف اندوكاردايتس واليوجوال بروتوكولز بقى بتاعه الاترال فايبريليشن ولو هيعمل كارديو سيرجري. الاوستيوجينيزس امبرفكت الاوستيوجينيزس امبرفكتا از اوردر اوف بون فراجيليتي الفراجايل بون سيندروم المشكله فيها في تايب 1 كولاجين اي 1 ان تايب 1 كولاجين اي 2 جينز ذات انكود تايب 1 برو كولاجين. عندنا أربع أنواع من الأوستيوجينيزيس إمبرفكتا وفي نوع خامس أقل شوية في الحدوث. الأربع أنواع دول يعني كلهم بيحصل فيهم بون فراجيليتي لكن بيختلفوا في السيفيريتي بتاعتها. السيفيريتي بتاعت البون ديستركشن أو البون فراجيليتي هي اللي بتحدد لي النوع بتاع الإهلر دانون سيندروم إذا كان مايلد ليسل ولا سيفير ديفورمينج ولا انترميديت. النوعين الأولانيين معاهم بلوس كليرة السيفير ديفورمينج والانترميديت ما فيش معاهم بلوس كليرة. السيفيريتي بقى بتاعت البون فراكشور هي اللي بتحدد لي التايب. اختارهم طبعا على الاطلاق الليسل تايب اللي بيبقى معاه بلوس كليرا ومالتيبل انترايوتراين فراكشرز ده بيحصل انترايوتراين اند ايرلي نيونيتال فراكشر ممكن الطفل يحصل له ستيل بيرس اور نيونيتال عنيدهم مش بيكملوا على حسب بقى الفراجيليتي بتتقسم الانواع الثانيه وكلهم اوتوزومال دومينانت. ده شكل البلوس كليرا ده شكل الدينتينوجينيسيس امبرفكت الراديوغرافيك فايندينج اوف ذا اوستيوجينيز امبرفكتا هنلاقي ان في بوينج اوف ذا بون الاكس راي ديمونستريت انتروميديال بوينج اوف ذا تيبيا اند تو ليسر اكستنت ذا فيبولا ويز انكريز بون ترانسلوسيتي. في المانجمنت بتاع العيانين دولا المود اوف ديليفري مهم هو ما ينفعش العيان ده يبقى ديليفرد نورمالي ان يحصل فراكشر لازم يبقى فيه سيزيريان ديليفري. في كلام عن ان احنا ندي الحاجات اللي بتقلل البون فراجيليتي البايسوسينيت والتريبراتايد والدنسوماب الجين ثيرابي والسيل ثيرابي اولسو هاف بين ديفلوبد. دي جامعه المنصوره ده تصوير جوي احنا ان شاء الله عندنا المؤتمر بتاعنا في 8 و9 ديسمبر ان شاء الله وتشرفونا كلكم زي كل سنه باذن الله ونتقابل يا رب دايما على خير. ده البروشور بتاع المؤتمر دي برضو جامعة المنصورة. Thank you very much. خدت أقل من الوقت بتاعي شوية. شكرا. شكرا. الموضوع كبير أنا في حاجات. بس ما كولكتيفلي كوم على بعض بيصاب واحد لكل 5000 فرد فبرضه دي ما تعتبرش ريت قوي لو كلهم مع بعض. فالف شكرا. شكرا. ودلوقتي نفتح الفورم فور دكتور. في اي سؤال اتفضل. شكرا لحضرتك على الدكتور. انا عندي عيانه عندها 20 سنه بس هي من ساعة ما اتولدت وهي بتتكسر يعني كسرت حوالي 20 أو أكتر وطبعا عندها استنتد جروس طبعا من الفراكشرز ففيهاش بلوز كليرة أو أي حاجة. فهل مثلا احنا نشك في أوستيوجينيسيس إمبرفكتا مثلا بنعمل جينيتك أناليسز ولا هو الجينيتك أناليسز اتحط عشان كده يعني هم عشان عملوا ريفايزنج للكرايتيريا فاتحطت الجينيتك أناليسز علشان كده. فطبعا هي احنا كنا بنعتمد على الفينوتايب في الاول وفي حالات كتير اندر دايجنوزد
فالعينه دي محتاجه تعمل جينيتك اناليز، بس انا يعني مش عارف اذا كان موجود في مصر الحقيقه ولا لا. يعني احنا كده هنعالج اسيمبتوماتيك بقى بالبيسفوسفونيتس والكلام ده. هو 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 طبعا كده او كده احنا يعني ما عندناش كيور للحالات ديت، لكن انت هتدور بقى اذا كان في اذر مانيفيستيشنز ثانيه زي البلاد فيزل مانيفيستيشن او لينس او غيره. لكن انت يعني العينين دول محتاجين سبيشال كير، يعني الحاجات الانتي اوستيوبروتيك ميجرز ممكن تبقى بينيفيشال فيها. هي كانت عامله كل الورك اب بتاع الحاجات السكندري اوستيوبروزس ما فيهاش حاجه، يعني هي هو دايما هو البريزيدنت اوف ايلر دانيل سوسايتي كان بيقول اف يو كانوت كونكت ذا ايشو سينك فور كونكتيف تيشو. يعني انت لو ما لقيتش حاجه والعين بقى عمال يحصل له حاجات غريبه مع بعض كده سينك فور كونكتيف تيشو. فاعتقد ان بيشنت زي ديت لازم نفكر طبعا فيه. شكرا يا دكتور ايهاب. احنا بيشاركنا كتشير بيرسون معانا اونلاين بروفيسور هاله جنجي وبروفيسور منال هلال، برحب بيهم. فلو عندهم اي تعليق او اي استفسار. دكتور منال is not with us now, she disconnected. نعم دكتور منال is not with us now. دكتور دكتوره منال مش معانا دلوقتي. دكتوره هاله جنجي بس اللي معانا، الاثنين اصله لسه قايل لي معانا مش كده. طيب طيب شكرا يا دكتور ايهاب، الف شكر. وانا يسعدني ان انا اقدم الدكتوره خليده الرفاعي المحاضره الجايه. هتقول لنا توك اباوت جوجرين سيندروم اورال اند اوف سالمك. تفضلي يا دكتوره. اهلا دكتوره خليده من الازهر يونيفرسيتي طبعا. تفضلي، اهلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My topic today is about Sjögren's syndrome, oral and ophthalmic. And I will present the background of the Sjögren's syndrome, the important points in the pathogenesis, and how to diagnose, and some novel antibodies to diagnose this syndrome, and some important treatment. Sjögren's syndrome was described first in 1933 by Swedish ophthalmologist Henrik Sjögren. It is a chronic progressive inflammatory autoimmune disease characterized by lymphocytic infiltration of the exocrine gland, especially salivary and lacrimal, with subsequent destruction, and leads to xerostomia and xerophthalmia. In addition, a variety of systemic and extra-glandular manifestations may occur. Disease severity can vary over a wide range. All of us know that there is two types of Sjögren. There are two types: primary, if it occurs alone, and secondary, if it's associated with other autoimmune disease. Both of them, they are presented with the same cardinal signs and symptoms, and they are treated similarly. Its incidence is 4,000 patients per year, and the prevalence between 0.1 to 4.8 in Europe. It's commoner in female to male ratio is 9-1, and onset is typically in the fourth to fifth decade of life. It may occur in children or in elderly as well, and it's most prevalent among Caucasian. Here, just to illustrate some important points in the pathogenesis, which it will help to give the medications. Actually, the pathogenesis of Sjögren's syndrome is a little bit complicated. Now, it is an interplay between
the genetic factors, epigenetic factors like DNA methylation and microRNA, environmental factors, and the first step of the pathogenesis is the viral infection to the salivary gland epithelium. And the most common virus is the Epstein-Barr virus. And after this, in a genetically predisposed and susceptible person, after this infection, there will be an activation of the epithelium, salivary epithelium. After activation, it will secrete type 1 interferon. Type 1 interferon, it will increase the expression of major histocompatibility 1 and 2, TOR-like receptors and the adhesion molecule, and secretion of type 2 interferon, like alpha and beta, and at the same time, adhesion molecule. So in this situation, the epithelial cells, the salivary epithelial cells can act as a non-professional antigen-presenting cell. And on the subsequent slide, it is more clear to complete. As you can see here, after activation of the of the epithelial cells of the salivary gland, there is an expression of a variety of molecules. As you can see here, toll-like receptors and the face ICAM, major histocompatibility complexes, and VCAM, and B-cell activating factor as well, right? And the infection, viral infection of this cell and this activation renders the cell and activate its apoptosis. After apoptosis, they will be on the surface, the apoptotic bulbs, which can be recognized by dendritic cell interleukin, by toll-like receptor 7 and 9, and it will present this one to CD8 T cells. After presentation to by T cell receptor, it will secrete interleukin 12 and other interleukins, and also can activate the macrophage cell with secretion of interleukin 1. And all of this, it will help the survival and proliferation of the B cells, which is the main player in the pathogenesis of the Sjögren's syndrome. After secretion of autoantibodies by these activated B cells, it leads to formation of immune complex when it was combined with ribonucleoprotein, and the formation of immune complexes, which leads to the destruction of the cells with subsequent xerostomia and xerophthalmia if it occurs in the lacrimal gland. Recently, they found that even the gut microbial dysbiosis, it can play the role. Gut bacteria, all of us know that normal bacterial commensals in the intestine, we call it microbiota. Any change of this microbiota, it will induce and help the formation of autoimmune disease. We will see how. You know, this bacteria or microbiota, it will help the absorption of the polysaccharide through degradation to short chain fatty acid. This short chain fatty acid, it will enhance the death of effector T cells and downregulate the later on the inflammation and stimulate the T regulatory cells. So at the end, it will ameliorate or decrease the autoimmune process. Clinical manifestations. As I said before, the clinical manifestation is extremely variable. The symptom of SECA, of Sjögren's syndrome, it varies from just the simple dryness to systemic and extraglandular manifestations. SECA symptoms is the most common symptom or the cardinal symptom of the Sjögren's syndrome. It occurs in about 98% of cases, and severe fatigue and widespread pain
is one, both of them are one or are characteristic features of the Sjögren syndrome. We will come to our title, oral affection in Sjögren syndrome. All of us know that the saliva is essential in maintaining oral health in the normal population. Such lubrication, buffering, antibacterial and antifungal activity, facilitation of deglutition, and tooth remineralization. And this decrease of saliva can lead to tooth decay and taste alteration and halitosis. And the patient will start to complain of subjective symptoms like tongue sticking, difficult swallowing, inability to eat of dry food, sensitivity to spicy food, lack of and diminished taste perception, mouth pain and burning sensation, halitosis, and even difficulty of speaking. The most common manifestation of the oral manifestation is the dental caries. Dental caries is the most common and clinical presentation, and it is not only due to hyposalivation, but it's also due to presence of dysbiosis. It means that a change of the normal bacteria or the normal commensals of the mouth. And the affection, it will be the decay in the root, as you can see here, in the root of the tooth, or incisal teeth, like this. Okay? And it can cause also angular colitis, atrophy, and loss of flaviform papillae on the dorsum of the tongue, and the tongue erythema, as that one, salivary gland enlargement, and candidiasis, and halitosis. For ophthalmic manifestations, the most common area or unit affected in the eye is the ocular surface unit. So it can cause keratoconjunctivitis secca, and as we said, it can occur in more than 95% of patients, and it leads to reduced tear flow. And the reduced tear flow, we will see what will happen. As you can see here, the tear is formed by three glands, lacrimal gland, meibomian gland, and goblet cells of the conjunctiva. The lacrimal gland secretes the majority of the tears, and usually it is the aqueous part. And the meibomian gland, it secretes producing the lipid part, which prevents the tears from evaporation. And it has a function to clean the eye for wetting of ocular surface, bacteriostasis, supporting the cornea with oxygen supply. Elaboration of this tear can give us clear vision. So can you imagine if there is no tears, what will happen to the eye? Okay. Dry eye is a classic manifestation, as we said, and inability to tear, the patient will feel subjective symptoms like foreign body sensation, conjunctival inflammation, fatigue, eye fatigue, and decreased visual acuity. Ocular dryness may be complicated even by blepharitis, bacterial keratitis, and corneal ulcerations. But uveitis, episcleritis, and orbital pseudotumor can occur, but in rare situation. Not it is not common. Also, plus xerostomia and xerophthalmia, the patient can complain or presented by extraglandular manifestations like arthralgia and arthritis in 50% of patients, pulmonary involvement in 12% of patients, and about 10% they have cutaneous lesion, renal involvement, and specifically distal renal tubular acidosis in 5% of patients. Also, the patient can be presented by sensory neuropathy, and non-Hodgkin lymphoma can occur in 5% of patients. But
whom who will develop non-Hodgkin lymphoma. If we are following a patient with Sjögren's syndrome, we should take care or look after these predictors of lymphoma, like persistent enlargement of the parotid gland, lymphadenopathy, and Raynaud's phenomena, and the presence of anti-RA positivity, decrease C4, and the extent, also they found that the extent of lymphocytic infiltration in Sjögren's in salivary glands is a strong independent factor also. In presence of a score 3 or more, it will increase the risk of lymphoma by 15 times. The diagnosis of Sjögren, it is a combination of all of this. The problem for diagnosis Sjögren, it is usually diagnosed late, because all the manifestation, it will appear after destruction of the glands. Okay, it is a combination of clinical, serological, histological, and functional parameters as well. In 2016, the ECR EULAR developed a classification criteria for Sjögren. This is consists of 5 domains: labial salivary gland biopsy with a focus to a score equal or more than 1, and positive anti-RO antibody. Anti-RO, there is 2 types of anti-RO. Either anti-RO 52 is not specific, and the anti-RO 60, it should be written for the patient in his investigation, because it is this one is specific for Sjögren's syndrome. Ocular staining with a score more than 5, and Schirmer test less than 50 millimeter area weighted in the filter beaver in 5 minutes, at least in one eye, and stimulated whole salivary flow less than 0.1 milliliter per minute, and the weight, and after that, how we will diagnose, this criteria, we can apply this criteria to any patient? No. There is an inclusion criteria to use this EULAR criteria, 216 criteria. What is the inclusion criteria? That the patient has complaint or has manifestations of dry eye or dry mouth for at least 3 months or more, and doesn't have any of the exclusion criteria, like sarcoidosis, IgG for related disease, past history of radiation to the head and the neck, and also absence of hepatitis C viral infection. Also, we should exclude all of this before applying this criteria. And the score of 4 or more, okay, when we sum all of these 5 domains, we consider classified the patient as having Sjögren's syndrome. I will just quickly show some objective tests, important tests to fulfill this criteria. One of them is Schirmer test. As you can see here, we are putting the filter beaver in the lower eyelid, and we ask the patient to close his eye for 5 minutes. If it's moist less than 5 millimeter in 5 minutes, we consider it as an objective test, one of the criteria for diagnosis the Sjögren's syndrome. The other one, ocular surface staining, all of us know that the normal epithelium, wherever is it, right, it will not take the dye. We can put a stain in the eye, like Roos-Bengel or fluorescein or Leishman stain, and we will count the score. We will find like this, right? That the injured epithelium, it will take the dye, and the dye is positive, and there is a certain score known by ophthalmologists to categorize this one. L-
liberal salivary gland biopsy. We will take a biopsy from the lower lip, yani beside the corner, and we count by histopathology focus. If there is 50 lymphocytes or more, we can call it a focus. For yani fulfilling the criteria, this focus, it should be more than 1 in 4 millimeter square. How can we will yani do the focus score? We will count the number of these foci in 4 square millimeter. For diagnosis, it will be 1 or more count for focus score. We can consider it as one of the objective criteria for classification of the Sjögren syndrome. And even if it is more, if it is more than 3, I can take it as a predictor for the occurrence of lymphoma as well. Cyanometry, unstimulated whole salivary production, we can estimate this one for 5 minutes. If it is less than 0.1 per minute, we consider it positive. Also, we can use the ultrasonography or scintigraphy for diagnosis, but it's not included in EULAR criteria. All of the previous criteria, it will not be positive except after whole destruction of the exocrine glands, so the symptoms will occur and the objective test can be positive, right? So they found that there is some novel antibodies like anti-salivary protein gland protein 1, anti-carbonic dehydrase 6, anti-parotid secretory gland protein. If I found those positive, I can predict that this patient and he has some dryness, xerostomia or xerophthalmia, may develop Sjögren syndrome, and I will close follow-up, give him close follow-up. And the presence of alpha-1 microglobulin, I can detect that this patient can have renal involvement after that. For the management, till now, there is no cure or remittive agent for Sjögren syndrome as regards the sequelae symptoms, the dryness. But the present treatment is to alleviate the symptoms, to improve the quality of life, and to prevent further damage. And usually, the treatment of Sjögren should be done by multidisciplinary team, rheumatologists and other specialties, and the treatment also is tailored for every patient according to disease activity, presence and absence of extra glandular manifestations. And we should know that the patient education is very important in this situation. So to encourage the patient to sit in humidification or humidified air, and he can care about his mouth to prevent caries, and to quit smoking is very important, and to do an aerobic exercise to relieve and alleviate fatigue. In 2019, EULAR developed a recommendation for treatment of this of Sjögren syndrome. What is that recommendations? Okay. As you can see here, there is a lot of recommendations. The most important one, you know that, the most important one, that all the patients should be managed in a multidisciplinary, with multidisciplinary approach. The first therapeutic approach should be asymptomatic and topical, and the systematic therapy considered in active disease only, and we should do basic evaluation to salivary gland function before starting, and the treatment for salivary gland, for mild cases, it will be non-pharmacological, pharmacological for moderate dysfunction, and salivary substitution in case of severe dysfunction. And also the same occur in the eye. It should be local first. And we will check if there is a comorbidity or not, we can treat.
and consider forgiving glucocorticoids should be given as minimal dose and for minimal length, minimal duration. And the immunosuppressive drugs can be used in patients with refractory and severe disease. This is just to illustrate the previous one, just we'll pass it because of time. Okay. For oral dryness, as we said, in mild cases, we will start by non-pharmacological stimulation, either gustatory or mechanical. Gustatory, like sugar-free candies, or mechanical, like sugar-free gum. And in case of moderate affection, we can start by muscarinic agonists like bilocarbine. And if there is severe destruction, we can give saliva substitution for the patient. And for ocular, we can start first by artificial tear and lubrication of the eye. And we can use ointment at night. In refractory severe cases, we can use topical non-steroidal, like corticosteroids. But please, if they want to use corticosteroids, don't exceed from 2 to 4 weeks because it can cause eye perforation and corneal ulcerations. We can, after that, in resistant cases, we can give cyclosporin. If there is no response, we can give serum tear. They found that the serum of the patient, of serum any, of anybody, they contained inhibitory bars or inhibitory factors for the cytokines and pro-inflammatory cytokines. And we can use rescue therapy for those refractory cases by doing blogging of the tear duct like this. There is a commonly used drug and the commonly used question is hydroxychloroquine is effective in treating the Sjögren syndrome as regard dryness or seca symptoms. They did a systematic review. They found there is no significant difference between hydroxychloroquine group and those were getting placebo. But it can be used only in treatment of skin or musculoskeletal manifestations. There is one drug under investigations now, which is metformin. They found that metformin, they give it to a group of patients. They found that it decreases the symptoms, the dryness symptoms of those patients through activation of a certain receptor, a mechanistic target of rapamycin, but still under investigation. Biologic DMARDs. What is the role of biologic DMARDs in Sjögren syndrome? The T inhibition, it has no role at all. Shouldn't be given in Sjögren. And targeting co-stimulatory molecule, CD20 and CD40, CD40L, is still under study. The co-stimulatory molecule for CD80 and the 86 T cell co-stimulation molecule is still under study. There is no FDA approval. The targeting B cell remains a promising approach for Sjögren. As you can see here, you know, there is no one of these cytokines, monoclonal antibody, are approved to treat Sjögren or for cytokines. But the most promising drug is the B cell targeting, either rituximab, ibrutinib, limumab, or BAMI recept. Latest news is on EULAR, 2020, right? They show a study, phase two study, okay? For the safety and efficacy of combination of both blimumab and rituximab. All of us, we know that blimumab is anti-blast or anti-platelet factor monoclonal antibody, anti-B-cell activating factor, and rituximab, but we will see what is the result. They did four arms, one
4 placebo, 1 combination treatment, 1 with belimumab and 1 for rituximab. They saw that there is no, all the side effects or adverse effects were similar in 4 treatment groups. And the CD20 is so much depleted and even reached the baseline, or there is no CD20 in comparison with the other groups. Also here, for the EULAR Sjögren's syndrome disease activity, as we can see here, you know, it is most, more decrease or in the on the activity score with the combination treatment. And the treatment is sustained on all of those patients. And what is about efficacy as a stimulated salivary gland? As you can see here, you know, this the combination therapy, they have they increased that salivary secretion and got to the top in comparison with other groups. And their conclusion, there is no new safety issue in this area, and the near complete depletion of the salivary gland CD20 was found in the combination group, and also compared placebo with the other, they found that the activity score is less in the combination group, and rituximab and belimumab and rituximab stimulates the salivary flow as comparison to the to others. But the problem for this study, it was done in a small number of patients, but it's promising and encouraging another larger study. And sometimes, despite that disease in fourth and fifth decade, but there is some present in younger population. And we come to you, one pregnant, to say, I can pregnant or not. There is no directly impaired fertility by the Sjögren, but those who have anti-RO and anti-LA positivity, they can develop neonatal lupus. For prognosis, patients with Sjögren syndrome, they have the same prognosis, except with some group, subgroup who have lymphoma or cardiovascular affection. In conclusion, and early diagnosis and the proper treatment is important or are important preventing serious complication of the Sjögren syndrome. Collaboration by rheumatologists, ophthalmologists, and other physicians is essential to give a proper medication. And sorry, one. Okay, biologic demands targeting B cell remain the most promising therapeutic approach till now for Sjögren syndrome. And finally, I want to thank all of you for attention to me and attending as well. Thank you too much. Thank you, Dr. Khalida, for this very updated talk. And then now we will open the floor for discussion if anybody have any question. Any question? No more. Thank you, Doctora. Thank you, Doctora Khalida. Dr. Ali, مش شكرا يا دكتورة خليدة. ألف شكرا. ودلوقتي نيجي للسيشن اللي بعد كده. من فضلك بس عايز أسأل دكتور إيهاب. يعني الحالات اللي هو الهيريديتري ديزيز دكتور إيهاب موجود؟ هو دكتور إيهاب خلص من أهلية.